غير فقط للاشاره انه دائما كنقول بانه برنامجنا للعبره. والجميل والجميل هذه نقطه لازم نشير لها باش نصفك قدام المشاهدين انك بدايه الحوار قلتي لي يا سميره راه عالم الليل عالم قبيح ولولا كل لقيت البديل ما نبقاش فيه. يكذب الكذاب لان كل واحد ما كيشوف مشاكل وكي المشاكل اللي كيطراو ليا وسميتو راه تيقول راه حتى واحد مكره يكون خدام شي خدمه زويونه يكون خدام خدمه حلال حلالا الصباح. انت كيما قلتي لي دابا انك مشيتي لهاد القصره هادي واش نوقع فيها؟ وديتي معك اصدقاء ديالك وصديقات ديالك وشوف مع ذلك شنو وقع فيها. والاصدقاء ديالي اصلا ملي ديتهم راه ما بقاوش نعيط لهم ولا شي حاجه ما لك تخدم في شي كابار ولا شي حاجه يجيو. اما بحال القصارى سميتو ما بقاوش يمشوا معايا حيت هما راه تيجبتهم بالمستوى ديالهم ماشي ديك المستوى اللي بنات الزنقه زعما اللي زعما كوشمار مشمكرين زعما ديال الجلسه زعما يعني بغيتي تقول بانه كاينين بنات خاصين بهاد الجلسات بهاد القصاير هادو في المستوى. كاين اللي كتبغي تشطح سميتو تلعب وكاك سميتو ما دير شي حاجه زعما اللي خارج على القانون ولا يعني كتمشي مثلا غير القصاره غير تجلس اي غير تضحك وتشطح. هادو درتهم شطحوا ما كيديروا حتى شي حاجه زعما قلت لك ما تيبغوا يشطحوا بس وكياخذوا كيتقادوا هو يتخلصوا في سميتو صدقات لهم هذاك النهار ولكن مشاو معاهم راه ضروري غي ضروري حيت كاين ناضيات زعما ماشي زعما غي يسمحوا بحقهم ودعهم الليله وسميتو غير انا ما حجيب انا غنطرح عليك سؤال لربما سؤالي غادي يكون شويه محرج. لا ماشي محرج انما هو حقيقه وواقع. مرحبا مرحبا عليك الزاين. ما كتخافش تنعس بواحد النعس ويتقال عليك؟ ايه انا دائما سي انايا ديما انت في وجه المدفع ديما انا في وجه او يتهموك بممارسه ما نقولوش المرأة اذا ظهر المعنى لا فائده في التكرار. راك انت فاهم وانا فاهم. انا ديما صراحه من نهار تبعت التسجيل كما قلت لك قبيله شنو قلت لك؟ قلت لك الجمهور المجتمع ديالنا تتبعك مظهرا تتبع المظهر الشكل ديالك كيفاش داير صافي تيقلعك بالبنت كما انه وكنتي قلتيها لي قلتي لي راه كيشوفوا شكلي تيحسب لهم واش انا مثلي الجنس ولا بحال هكا. ودائما دائما الكلمه اللي عقدتني زعما تمشي في الشارع ضراتك هذه الكلمه حاجه تضرني صراحه ياك اييه ملي كنمشي في الشارع تبداو تعيطوا الحومات وكاك حيت انا معروف صراحه في السوشيال ميديا سميتو عبر حسابات الجمهور صراحه ماشي زعما مي كدوز شي حمر شي خدمه حاجيب فلان حاجيب فلان حاجيب فلان يعني كيعيطوك بكلمه قبيحه كضرني صراحه هذه الكلمه كنعيشوها بزاف صاير. علاش في نظرك كتشوف بانهم كيقولوا لك هذه الكلمه؟ واش حيت شكلك مثلا انك مثلا داير انا تنشوف القصة. انه لوك القصه كلشي تيدير القصه كتشوف انه لوك ما قلتي راه كل واحد حر في المظهر ديالو حتى واحد ما يتدخل فيه اكيد طبعا. هو الشكل حيت باش تكون فنان في بالغناء سميتو خاصك تكون فنان في الجسد ديالك كتلي واحد المظهر كتعطيه للمجتمع كتبقى في الحال على انك دابا سعد المجرد فنان كبير تبارك الله حتى هو اللي تلقى نجوميه عالميه ودوليه تحيه للفنان سعد المجرد حتى هو كيتلقى انتقادات من خير المظهر ديالو لا احد يخلو من الانتقادات طالما انك تشوفوا شي واحد ناجح انك طلعتي للبيبليك وفي السوشيال ميديا وتعتبر من المشاهير فانت ماشي كاع الناس غيبغيوك